بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من جمهور الثالثه. والنهارده كالعاده السبت معادنا مع نقدنا الرياضي الكبير استاذ حسن مستكاوي، وبقى عندنا كلام فني مهم ونقاش في موضوعات وقضايا كرويه كالعاده ممتعه، وايضا هيبقى في زوايا مختلفه. طيب خلينا نبتدي معاكم من مباراه سان داونز والهلال. والحقيقه ولا اخفيك سرا انه انا كنت مبسوط جدا جدا بما انتهى اليه هذا اللقاء بالتعادل الايجابي بهدف لهدف. كنت مبسوط لانه فكره اللعب النظيف واللعب بشرف ده مبدئيا، يعني ده بسم الله الرحمن الرحيم، ده اول حاجه، يعني هو اساس ركن وعمود اساسي في كره القدم. والحقيقه ان الواحد بيحزن جدا لما العوامل الرئيسية اللي في كرة القدم واللي علشانها الناس بتحب المنافسة واحنا بنحب المنافسة الشريفة ما تكونش موجودة. ولذلك في أول حاجة أنا كنت فرحان للنتيجة دي، لأن أنا شفتها هي في النهاية انتصار للاعب النظيف وانتصار للاعب الشريف، ده رقم واحد. رقم اتنين، هو بطبيعة الحال وبنظرة برغماتية نفعية بحتة، هي صبت في مصلحة النادي الأهلي، وهذا ما كنت أتمناه أنا وكل جماهير النادي الأهلي وكل جماهير مصر. إن كان هناك ناس بترى كيفما أرى أنه تشجيع الفرق المصرية في إفريقيا هو أمر من الأمور المحمودة، ولذلك كنت ببص لها من النقطة دي. النهاردة أما وأنه أصبح الهلال هو، أو هذا اللقاء هو البوابة للصعود من مرحلة المجموعات. فخليني أقول لك وبصراحة شديدة وعلى بلاطة، الماتشات اللي من النوعية دي هي الماتشات اللي يحبها كل الناس، هي الماتشات اللي يحبها لعيب الكورة، لعيب الكورة، هي الماتشات اللي يحبها الجمهور، هي اللي جاية لك على طبق من ذهب، هي الماتشات اللي بتتلعب على كبريائك وهيبتك وشرفك الكروي، هي اللي جايه لك في وقت وفي توقيت انت بترد فيه على كل حاجه واي حاجه حصلت الفتره اللي فاتت، سواء بالنتيجه بخسارتك، سواء بتقصير، سواء بكلام اتقال عليك، اي حاجه اي حاجه، هي فرصه. وانا دايما بشوف انه عظمه كره القدم انه اي حد يقول اي حاجه، بس جمالها لما اكون انا اللي بقول في الملعب. فهي جات لك اهي، جات لك تاني هي في الملعب، هي ما كانتش بتاعتك خلاص، هي لحد ما انت مستني ماتش ضربه جزاء للهلال في الثانيه الاخيره هيجيبها الهلال، شكرا، صدها حارس مرمى صن داونز. الكره دي لو دخلت الهلال مكمل والاهلي مش موجود في البطوله، هي جات لك. لا، دي لما تجيلك سن اسنانك انت لازم تلعب ماتش كوره. ده الماتش اللي بيتقال عليه ايه؟ انا هنزل اكل فيه الاخضر واليابس، ماتش الكوره اللي فيه انا لازم اعبر عن شخصيه الاهلي الحقيقيه، الشراسه في الملعب، الشراسه المحموده اللي ليها علاقه بقوه الاداء، اللي ليها علاقه بضروره التسجيل مبكرا، اللي ليها علاقه انا داخل في كل كوره اللي ليا واللي مش ليا، انا هقاتل على كل كوره. وخليني اقول لك علشان برضو نبقى يعني بنعرف نوصل الرساله، لما تحصل لك ظروف ورا بعضها وتيجي تتعدل لك تاني على عدلتك وما تستغلش الفرصه دي، اعمل اي حاجه تانيه غير انك تلعب كوره، يعني اعمل اي حاجه تانيه خلاص، يعني دي جايه لك وانت والهلال كسبانك هناك وكلام كتير وبلا بلا بلا وبلا بلا بلا وبلا بلا بلا، خلاص جايالك وانت مغلوب من صن داونز وبنتيجه كبيره بخمس اهداف، وجايالك وبتقولك انت عندك فرصه لاسترداد هيبتك وكبريائك وشرفك الكروي على افضل ما يكون. فدي الماتشات اللي بيحبها الرجاله الاخر، ماتش 11 راجل قصاد 11 راجل، نلعب كوره، نلعب بذكاء، ونلعب، وكلمة ذكاء دي مهمة جدا 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 جدا. وخليني وانا بقول لك الكلام ده ما انساش احط لك القوسين او القوسين المهمين دول، الكلمة اللي ما بين القوسين،
ماتشات الكوره يا بيه بتتلعب في الملعب، ما بتتلعبش في حته تانية. خلاص، ماتشات الكوره بتتلعب في الملعب، واحنا المصريين بتوع ملعب، ده المفروض. والاهلي فريق عود الكل انه بتاع ملعب، ردك في الملعب مش في حته تانية. وده ماتش كوره مدته 90 دقيقه في منافسه شريفه تعبر فيها عن نفسك بكل ما اوتيت من قوه وعقل وتفكير وتدبير ولياقه، كل حاجه كل حاجه، بس المباراه تظل في التسعين دقيقه، ولا قبليها ولا بعديها. وخد بالك علشان اللي هقوله لك هيحصل، فانا جاي لك برضو من المستقبل وبقول لك انا احب الشحن، بس ما احبش الشحن لا السلبي ولا الشحن الزائد. انا احب الكلام المتوسط. ده ماتش كوره انت لازم تكسبه وتعمل له حساباته وتحسب له حساباته وتذاكر له كويس، بس مش اكتر من كده، عشان الشحن الزايد هخليك ما انتش عارف تركز في المباراه. وارجوك ما تركزش في اي حاجه من الكلام الفاضي اللي عمال تتكتب على السوشيال ميديا، مش قصتك انت، انت راجل داخل تركز في 90 دقيقه تكسب، والمكسب بيبقى بالاجوان. الشبكه تترج وتتهز، انا عايز اشوفها بتترج 5 6 مرات في الماتش. ده ردك انت، لا الرد بيجي في السوشيال ميديا ولا الرد بيجي بالبلا بلا بلا ولا بلا، مش الكلام ده ما بياكلش عيش. يا ريت، يا ريت كان ينفع، يا ريت كان ينفع، كنا كل الناس اتكلمت، الفرق كلها كسبت، ومصر راح كاس عالم واخد كاس عالم، ما بيمشيش، ما بينفعش، صح؟ يبقى لما انا وانت مؤمنين بده، يبقى ماتش الكوره جوه الملعب، وده اللي انا احب احفز لعيبه الاهلي عليه طول الوقت. ده جانب. الجانب الثاني، ده ماتش جمهور، والاهلي وجمهور الاهلي مش مستني حد يقول له بقى ده ماتشك ولازم وتروح، مش مستني. الاهلي كان دائما وابدا مع فرقته في كل الاوقات، هو ده. سمعني يا باشا، انت بتفرجني على صوره، انا عايز اسمع الصوت، عايز اسمع وعايز اشوف كل ده ان شاء الله باذن الله في مباراه الاهلي امام الهلال. مش سامع حاجه، انا مش سامع حاجه، العف وداني. عايز اسمعها دي، عايز اسمعها في الملعب، عايز اسمعها من دلوقتي. بالدم بالروح افريقيا مش هتروح. عايز يفضل ده اللي واصل طول الوقت للعيبه الاهلي، جمهور الاهلي اللي دايما هيبقى موجود. واتمنى، اتمنى لو انه يوافق للاهلي على اكبر سعه ممكن في للحضور الجماهيري، اتمنى. انا احب اشوف الجمهور في الملعب، واحب اشوفه في الاستاد، واحب اشوفه في ماتش مصيري ومهم زي ده. وهي فرص، وهي فرص، عشان كلامي يبقى واضح، فرصة زي فرص كتير. زي ما بقول لك انه ماتش الهلال بالنسبة للأهلي فرصة لاستعادة كبريائه، هي فرصة. الماتش ده هيبقى ان شاء الله باذن الله اعتقد شهر رمضان، وبالتالي هي فرصة ايضا كمان لانه لما نروح ندي درس كجمهور في التشجيع المتميز يا جماعة. وانا بقول لك اهو على الهوا عشان اجيب لك على بلاطه، الاعلام عايز طول الوقت يشوف الجمهور في الاستاد، بس في نفس الوقت لازم تبنوا جسر ممتد من الثقه. والثقه بتيجي لما تروح تشجع وهتلاقي كل الناس بتقول عايزين نشوف الجمهور في الاستاد، بس لما تروح وتبقى رايح بنسبه 100% انت رايح تشجع فرقتك، ده كل الناس معاك وفي ظهرك. فهي فرصة إن شاء الله بإذن الله. وأتخيل في ظل الظروف الكويسة اللي احنا بنعيشها، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله يحصل موافقة للأهلي على التواجد الجماهيري بأكبر ساعة ممكنة، بأكبر ساعة ممكنة. أحب أسمع صوت الجمهور، وأحب أشوف الجمهور، وأحب هتافات الجمهور. وده ماتش جمهور، ده ماتش، ده بتاع زئير، صوت يحرك الصخر ويخلي اللعيبه تموت نفسها. وفي نفس الوقت هرجع تاني واقولها لك، الماتش ده ما ينفعش فيه تقصير. اللي قصر فيه زميلي علشان
تعبان علشان لياقته قلت، انا هكمل. انتوا فاكرين اللي احنا كنا الروح اللي دايما متعودين عليها دي، الروح اللي مش بس عند الاهلي، الروح اللي عند اللعيبه المصريه، الروح اللي ما لهاش علاقه بان انا لازم اكسب الماتش ده. انا من هنا لحد يوم المباراه مش هبقى عندي حاجه اكتر من انه اتمنى فوز المباراه تبقى يوم 1 ابريل بمشيئه الرحمن، فوز الاهلي في هذا اللقاء، ولو كتب لينا عمر نحتفل بهذا الصعود ان شاء الله باذن الله في البرنامج ده ان شاء الله، وتكون نقطه فارقه ونقطه تحول. وهقولها لك ومن دلوقتي، وده بعيد شويتين ثلاثه، بس انا بتمنى انه نقطه التحول ديت اللي يستغلها الاهلي ما تنسيش الاهلي ابدا ابدا ابدا، لا احتياجاته ولا نواقصه ولا المشاكل اللي حصلت ومر بيها، علشان مش هيبقى معنى ان انت كسبت ففرحت فنسيت، لا انا كسبت وفرحت وبعالج وبصلح وبكمل عشان انا القطر، عشان انا الاهلي، عشان انا بابا الشغلانه في افريقيا، عشان انا الاكثر تتويجا والاكثر فوزا بالبطولات في افريقيا، عشان انا الاهلي. ده اللي بفهمه. اتمنى ان شاء الله باذن الله يكون الكلام واصل، واتمنى مكسب وفوز الاهلي في هذا اللقاء. نتائج الماتشات كلها بتاعت دوري ابطال افريقيا كانت كالتالي: فيتا كلوب اتعادل مع الوداد 0-0 بالمناسبه، الهلال وصن داونز انتهى اللقاء بالتعادل الايجابي 1-1، سيمبا وحوريا كوناكري فاز سيمبا باربع اهداف دون مقابل، وفبرس تعادل مع الرجاء بنتيجه 1-1، اما شبيبه القبائل ففاز على بترو اتلتيكو بهدف دون مقابل. طيب بما ان انا لسه، او بما ان انا فتحت البرنامج بما يتعلق بالاهلي وماتش الاهلي والقصه ديت، فخليني ادي لك برضو شويه تفاصيل. الاهلي طلب رسميا، وعندي رد، انا هستعرض لك الموضوع من كل جهاته وفقا للبيانات ومن خلال تواصلنا ايضا كمان مع المصادر. يعني الاهلي طلب تاجيل مباراته في كاس الرابطه، وتعالوا نشوف ادي المفروض الخبر اللي نزله الاهلي بيعلن فيه عن طلبه التاجيل. قال لك الاهلي يطلب تاجيل مباراته في كاس الرابطه لهذه الاسباب. قال لك ارسلت اداره النادي خطابا اليوم الى رابطه الانديه المصريه المحترفه لكره القدم تطلب في تاجيل مباراه الاهلي في كاس الرابطه التي تقام خلال فتره توقف الدوري، وذلك عملا بمبدا تكافؤ الفرص بين الانديه المتنافسه واتساقا مع بنود لائحة المسابقات الصادرة عن رابطة الأندية المحترفة، نظرا لانضمام أكثر من 2 من لاعبي الدوليين للمنتخبات خلال فترة التوقف المشار إليها، فقد تلقى كل من بيرسيتاو وأليو ديانج وعلي معلول استدعاءات للانضمامات أو للانضمام لمنتخبات بلادهم، إضافة إلى 7 لاعبين شناوي ومنعم مهاني ومروان عطية وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر ومحمود كهربا إلى معسكر المنتخب الأول اللي بيستعد لمواجهة ملاوي ضمن التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس الامم، كما انضم الرباعي حمزه علاء، محمد اشرف، نبيل كوكا، رافت خليل لصفوف المنتخب الاولمبي. تاتي كل هذه الغيابات عن صفوف فريق الاهلي في الوقت الذي يتمتع فيه غالبيه المنافسين في ذات البطوله بتواجد كافه عناصره وما يتعارض مع كل قواعد العداله. ده طلب الاهلي. طيب هل احنا عندنا بس راي الاهلي او كلام الاهلي؟ لا، عندنا كمان رد من الرابطه، تعالوا نشوفه مع حضراتكم. وتواصلنا معاهم الحقيقه قبل البرنامج مباشرة، وكان تواصل مباشر ما بيني وما بين الحاج عامر حسين. قال الاهلي، ده قدام حضراتكم الرد المبدئي لرابطة الاندية حول بيان الاهلي. الاهلي سيواجه المصري يوم 27 مارس في كأس الرابطة. الرابطة اكدت لجمهور التالتة انها لم تتلقى اي طلب من الاهلي لتأجيل المباراة. يعني عشان برضه اوضح لك النقطه ديت، فده كان في مكالمه. طب في مكالمه تانية قلت للحاج عامر طب خد بالك انه الاهلي قال انه كذا 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 كذا، تواصل، قولوا لي يا شباب يعني فاكر صح ولا لا، تواصل مع الناس، كان الموظف اللي موجود في اتحاد الكوره مش الساعه 4 وما كانتش حاجه وصلت، وبالتالي هو قال انه ما جاتلناش حاجه لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي، او بمعنى اصح لحد ما الراجل ما مشي. خلاص، الرابطة شددت على انها اذا تلقت طلبا هتقوم بدراسته، ولكن قالت انه لائحة كاس الرابطة تقام في الاساس في فترة الاجندة الدولية، يعني حتى السنة اللي فاتت اتلعبت، ده كان المثال حتى اللي ضربوا لي، اتلعبت في الوقت بتاع التوقف، وبالتالي تكون المباريات بدون الدوليين. قال الرابطة اوضحت ان الاهلي خاض مسابقة كاس الرابطة بدون الدوليين واشرك
عدد كبير من الناشئين، لان الاتفاق مع الانديه انها بطوله تحضيريه وديه في المقام الاول. ماشي كده؟ ده رد الرابطه بالتمام والكمال في جزئيه المباريات المتعلقه بكاس الرابطه. طيب احنا كده عرضنا لحضراتكم الاهلي وجبنا الرابطه، طب نعرف المصري وهو صاحب او هو الطرف الثاني في هذا اللقاء. انا معايا على التليفون الاستاذ ياسر يحيى عضو مجلس اداره النادي المصري. برحب بحضرتك يا فندم، اهلا وسهلا بيك، تحياتي، مساء الفل. حبيبي يا كابتن ابراهيم، مساء الفل عليك وعلى كل متابعينك. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله حبيبي، كل سنه وانت طيب يا كابتن. وانت طيب يا رب، ربنا يعيد عليك وعلينا الايام كلها بخير يا رب، ونكون شهر رمضان ده شهر خير علينا كلنا يا رب. اللهم امين. اللهم امين. طيب خليني اسال حضرتك، هل حصل اي تواصل، هل حصل اي حاجه فيما يتعلق بطلب الاهلي لتاجيل مباراته امام المصري في كاس الرابطه ولا لا؟ خالص يا كابتن، احنا برضو فوجئنا من مواقع في طلب من النادي الاهلي بتاجيل مباراة، لكن احنا ملتزمين بميعاد المباراة، ملتزمين باللائحة وشروطها وفي اعتقد بند مش عارف، اعتقد 56 او 59 من شروط لائحة المسابقة بيقول المباراة دي زي ما انت قلت، يعني في البطولة دي معمولة في فترة التوقف الدولي، معمولة للمحليين، واي تجمع المنتخب لو في لاعيبة رجعت من حقها ان هي تلعب. طيب هل انتوا بعد لما حصل بيان الاهلي بطلبه للتاجيل، تواصلتم مع الرابطه تسالوها هل المباراه في ميعادها ولا لا من اجل التحضيرات والتجهيزات والامور اللي شبه كده، ولا ما سالتوش لسه؟ ما سالناش ومش محتاجين احنا نسال، احنا جاهزين للمباراه ومستعدين، والمباراه اعتقد ان يعني ما فيش داعي ان هي تتاجل يعني. طيب بالنسبه لكم انتوا تواصلتم مع الجهاز الفني، انتوا كمجلس اداره تواصلتوا مع الجهاز الفني سالتوا رايه ايه، هتاجل ولا ما تاجلش، ولا ما تواصلتوش في القصه دي، انتوا عايزين تلعبوا المباراه في ميعادها؟ لا، الفرقه ماشيه في الاجنده بتاعتها، الكابتن حاطط برنامج وما فيش اي يعني زي ما قلت لك كده، هو الموضوع ما فيش سبب ان احنا نفكر في التاجيل او ان يجي لنا، احنا طبعا ما فيش حد تواصل معانا رسمي، كل الموضوع جاي من على المواقع، لكن انا عارف ان مفيش يعني اصلا مفيش سبب عشان يبعتوا لي عشان اجي. واعتقد النادي الاهلي يعني طبعا بحجمه يعني عنده، وحتى لما تيجي تعد النهارده في كل مكان يعني ما لا يقل عن 17 18 لعيب موجودين، منهم لعيبه محترفه موجودين. ما اعتقدش ان في ازمه. طيب ماذا لو انه الرابطه قررت تاجيل هذا اللقاء؟ اديني سبب واقنعني. ما اعتقدش برضو طبعا الرابطه طبعا الناس اللي موجوده فيها وموجود خبره الحاج عامر حسين، وفي شروط في لائحه المسابقه محطوطه، فاديني سبب برضو مقنع ان انا اجل عشانه، مفيش سبب. طيب خليني اسالك بقى فيما يتعلق بالمصري ذاته، بعد ما انهيته الفتره الاخيره دي بفوز كان مهم جدا على انبي وطلائع الجيش، هل فتره التوقف دي ممكن تاثر عليكم شويه ولا لا؟ والله يا كابتن، هو زي ما انت قلت كده احنا طلعنا مباراتين ورا بعض فوز، والمكسب كان بيجيب مكسب والكيرف كان طالع لفوق، لكن طبعا احنا معانا جهاز فني محترم بكابتن حسام، فشغالين على رفع المعدل البدني وشغال يعني اعتقد ان شاء الله بعد التوقف هيبقى النادي المصري اعتقد ان شاء الله هيبقى في حته ثانيه باذن الله يعني. طيب ان شاء الله باذن الله. قصه طلب المصري ضم زياد كمال نهائيا من امبي، هل ده حصل ولا لسه ما حصلش؟ هو يعني رسميا لسه، لكن اتكلمنا بشكل ودي كده مع المسؤولين في نادي الامبي طبعا، وانا على تواصل على طول مع الراجل المحترم رئيس نادي الامبي الباشمهندس ايمن الشريعي، وطبعا العلاقات بيننا وبين نادي الامبي علاقات محترمه، واعتقد ان شاء الله ان الموضوع يوصل ان شاء الله لاتفاق باذن الله مرضي للناديين باذن الله. ان شاء الله باذن الله. سؤالي الاخير، ما حقيقه صدور قرار من الاتحاد الدولي بايقاف النادي عن القيد بسبب ايتوجا؟ والله هو الموضوع ان يعني احنا في بند في العقد واضح وصريح ان احنا، هو الموضوع بسبب 6500 دولار لنسبة الرعاية، حق الرعاية الأكاديمية كان هو المفترض طالع منها، ففي بند واضح وصريح في العقد، فاحنا خاطبنا النادي شنط كتوكو، هو المفترض هو اللي هيدفع الفلوس، فمش الموضوع يعني يعتبر شبه خالص يعني. هو يدفع الفلوس انما مع المدير التنفيذي في
وبعتنا له العقد وبعتنا له طب يعني انتوا عندكم عقوبه بايقاف القيد، ولكن سترفع العقوبه مع دفع المقابل ده، انا فاهم صح ولا غلط كده؟ مظبوط. مظبوط. هو 6500 دولار نظير حق الرعايه، اه لكن هي في بند في العقد بيقول ان المفترض هيدفع الرسوم دي هو نادي اشانتي كوتوكو. في حال دفع اشانتي كوتوكو الرقم ده يترفع، تترفع العقوبة بمسألة ايقاف القيد بالنسبة للمصري. هو كان فيه استفسار، كان في استفسار. استفسار من مين؟ كمل المعلومة بقى. يعني هو استفسار اتبعت لنا من المحكمة ان النادي بيقول ان في كذا كذا، فاحنا ردينا وردينا على النادي وبعتنا رد، يعني المحامي بتاعنا تواصل مع المدير التنفيذي النادي عشان توكو وبعت له المستندات الخاصة والأزمة تعتبر اتحلت يعني، او هتتحل في طريقة الحل يعني. ان شاء الله باذن الله. استاذ ياسر انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، تمنياتنا لكم بالتوفيق ان شاء الله باذن الله فيما هو قادم. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. استاذ ياسر يحيى عضو مجلس اداره النادي المصري. تعالوا نشوف مع حضراتكم تقرير في دوري ابطال افريقيا عن الزمالك والاهلي. الزمالك الذي ودع البطوله، والاهلي الذي انعشت اماله بفرصه ذهبيه امام الهلال. نتابع مع حضراتكم. انقضت مباريات الجولة الخامسة من دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. استطاع الأهلي أن يفوز على القطن الكاميروني في هذه الجولة برباعية نظيفة، بينما خسر الزمالك بثنائية نظيفة أمام شباب بلوزداد الجزائري. ودع الزمالك بشكل رسمي بطولة دوري أبطال أفريقيا من دوري المجموعات. يحتل الزمالك المركز الأخير في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط. أما النادي الأهلي فما زالت أمامه فرصة التأهل إلى الدور الربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. يحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، ويتبقى للمارد الأحمر مواجهة أخيرة بدور المجموعات أمام الهلال السوداني في القاهرة. يحتل الهلال المركز الثاني في المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما ضمن صن داونز التأهل إلى ربع النهائي حيث يتصدر المجموعة برصيد 11 نقطة. يحتاج الأهلي للفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف، وهذا يضمن له التأهل إلى الدور الربع النهائي. إذا تلقت شباك الأهلي أي هدف خلال مباراة الهلال السوداني، ففي هذه الحالة ينبغي على الأهلي الفوز بفارق هدفين من أجل التأهل إلى الدور المقبل لتجنب اللجوء إلى عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض. يتم النظر أولا إلى المواجهات المباشرة، ثم بعد ذلك فارق الأهداف في مباريات الفريقين. وفي حال التساوي يتم النظر إلى عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض في مباريتي الفريقين، ثم فارق الأهداف لكل فريق في المجموعة بشكل عام. وإذا حدث تساوي أيضا يتم النظر إلى الأهداف التي سجلها كل فريق في المجموعة بشكل عام. وفي حال التساوي أيضا يتم الاحتكام إلى قرعة بين الفريقين لحسم المتأهل إلى الدور المقبل. طيب خليني اقول لك انه الموقع الرسمي للنادي الاهلي اعلن، يعني هذا ليس اجتهادا، وده اللي انا ببقى عايز اقول لك، يعني واخد الشكل الرسمي، يعني الاهلي اعلن ان هناك اجتماع استمر لمده 2 ساعة او اكثر ما بين الكابتن محمود الخطيب وما بين كولر في حضور الاسماء الافاضل الكرام قدام حضراتكم، كابتن محسن صالح، كابتن زكريا ناصف، كابتن حسام غالي. طيب متن الخبر ايه؟ قال لك انه تم عقد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي اجتماعا مطولا مع مارسيل كولر المدير الفني بحضور الكباتن اللي لسه قايل لحضراتكم على اسمهم، وقال شهد الاجتماع الذي استمر لمده ما يزيد على 2 ساعة مناقشه المدير الفني في كافه الامور التي تخص الفريق وعناصره على مدار المرحله الماضيه وما تضمنته من منافسات محليه وقاريه، وعرض كولر تقييمه الكامل للفتره السابقه من كافه الجوانب، وعرض ايضا رؤيته للمرحلة القادمة والاستعدادات اللازمة للتحديات التي تنتظر الفريق على كافة الأصعدة والمستويات. جه اللقاء ده قبل ساعات من عودة كولر لبلاده لقضاء أجازة مع أسرته هناك حتى نهاية الأسبوع يعود بعدها لاستكمال مهمته مع الفريق. ده الخبر اللي نزله الموقع الرسمي للنادي الأهلي. طيب تعالوا نروح بقى لمنتخبنا الوطني. خليني اقول لك على مفاجأة قد يعني لا يتخيلها البعض في جزئية الرؤية المتعلقة بفيتوريا، في ظل
الحاله الضبابيه دي كلها، الحاله الضبابيه اللي بتمر بيها كره القدم المصريه. خليني اقول لك انا متفائل جدا بفيتوريا، وما تسالنيش ليه، انا نفسي مش عارف ليه. يعني انا بقول لك دايما في اديني اماره، ما فيش، بس احساسي ان الراجل بيبذل مجهود كبير، والمعلومه اللي عندي كمان انه مش بيحاول يساعد، هو بيحط افكار وخطط للكوره في مصر، ومش شغلانته ومش مطلوب ان هو ده اللي يحصل، لانه مطلوب يكون فيه، واحنا هنقعد نقول وندن تاني في مالطا، فمش عايزين ندن في مالطا، يكون في حد هو المستشار الفني اللي يمسك اتحاد الكوره ويخطط ليه، مش علينا يعني، انا وانت عارفين القصه دي فمش داعي نعيدها يعني. فده مديني احساس شويه. طيب الجانب التاني، بتكلم مع اللعيبه بتاعت منتخب مصر، فهم كل كلامهم على فيتوريا انه عنده شخصيه قويه وعنده شخصيه هجوميه متوازنه، وده اللي احنا نفسنا نشوفه، نفسنا نشوف شخصيه هجوميه متوازنه لمنتخبنا الوطني. ولا اخفيك سرا انه الاماره اللي ممكن، ان كانت هناك اماره، هي اماره وديه، بس ان كانت هناك اماره تستند اليها، هو كان مكسبك على بلجيكا وقبل بطوله كاس العالم، ويمكن الملمح بتاع مكسب منتخب مصر لبلجيكا ادى للناس انطباع انه من الممكن بلجيكا، يعني بما انه منتخب مصر تفوق عليها، من الممكن انه بلجيكا ما يكونش فرصها وحظوظها افضل حاجه، وتقريبا هو ده اللي حصل. اللي عايز اقوله انه انا عندي تفاؤل بالراجل، اتمنى ان هذا التفاؤل لا يصطدم ولا يتحطم على صخره الحاجات الكتير اللي بتحصل الفترات الاخيره. احنا عندنا ماتشين مع ملاوي، استرك واسترنا ربنا عم فيتوريا، ان شاء الله باذن الله نكسب الماتشين، بس نكسبهم احنا عندنا شكل كويس، نكسبهم واحنا بنعبر عن نفسنا بشكل كويس، نكسبهم واحنا شايفين ده الشكل الطبيعي يعني، نكسب ونلعب كوره حلوه. بحكي لك قصه حياه الكوره في مصر عشان اقول لك انه روي فيتوريا اعلن عن القائمه بالكامل اللي هتكون موجوده في الماتشين اللي جايين. محمد الشناوي، دي القائمه بقى بالكامل، محمد الشناوي، احمد الشناوي، ومحمد صبحي. الدفاع هاني، هشام صلاح، محمد حمدي، احمد فتوح، احمد حجازي، علي جبر، عبد المنعم، اسامه جلال. خط الوسط، طارق حامد، امام عاشور، محمود حماده، مروان عطيه، حمدي فتحي، زيزو، مصطفى فتحي، احمد عبد القادر، والهجوم مصطفى محمد، كهربا، وكوكا، صلاح، وعمر مرموش. من زمان قوي بيعود كهربا مجددا للتواجد مع منتخب مصر، والحقيقه هو نتاج عمل ومجهود كهربا في انه يحافظ على نفسه ويحافظ على مستواه وانه يتالق بهذا الشكل، اللي دفع فيتوريا نفسه انه يقول لك انه كهربا ابهرني في العديد من المباريات. ماذا قال فيتوريا في المؤتمر الاعلان عن قائمه منتخب مصر؟ تعالوا نتابع مع حضراتكم من خلال المؤتمر الصحفي وهذه الكلمه، وبعدين نرجع نكمل كلام. De março, num dos dois primeiros jogos oficiais. طبعا هنبدا المعسكر بتاعنا، ويعتبر المعسكر اللي هو بيتخلله اول مباراتين رسميتين بالنسبه لنا. Jogos muito importantes para nós, obviamente. مباريات تعتبر مهمه جدا بالنسبه لنا. Em que temos uma grande vontade de ganhar e que estamos prontos para esses jogos. طبعا عندنا رغبه قويه جدا للفوز، ونكون جاهزين ان شاء الله بالنسبه للمباريات. Este estágio vai ter uma particularidade de ter o período de Ramadão a meio do estágio. طبعا المعسكر هيكون في ظروف خاصة شوية، لأن المعسكر هيكون أثناء شهر رمضان. Mas nós já preparamos tudo e temos tudo previsto e antecipado para o que aí vem em relação àquilo que é alterações que vamos ter no nosso dia a dia. ومنها احنا جهزنا طبعا كل شيء، وجهزنا البرنامج بتاعنا على حسب التغيرات اللي احنا هنقابلها في المعسكر من يوم ليوم طبقا لوجود شهر رمضان اثناء المعسكر. وجوجو ملاوي vai ter umas características ligeiramente diferentes. مباراة ملاوي تعتبر مباراة خاصة ومختلفة بالنسبة لنا. Vamos jogar lá às 3 da tarde. لأن هنلعب في ملاوي الساعة 3 العصر. Antes do iftar. هيكون قبل الإفطار. Pode estar a chover e tem estado trovoada. Tem estado mau tempo e ao mesmo tempo com sol, portanto não temos a garantia de que tipo de tempo é que vamos encontrar. طبعا احنا بالنسبه لنا الاجواء الجويه في ملاوي هتكون مختلفه شويه عن هنا، لان طبعا هناك
في الشمس وكذلك في الأمطار. O nosso jogador Emam Achour irá casar no dia 21. بالنسبة أول حاجة مثلا إمام عاشور هيكون عنده الحفل الزواج بتاعه مثلا يوم 21. Fui eu que aceitei e eu que concordei que o jogador fizesse, casasse nesse dia, portanto, achei por bem. وكنت أنا طبعا اللي صرحت وأنا برضو اللي سمحت إن اللاعب يكون الزواج بتاعه يوم 21. Porque quero que ele esteja, é dos jogadores que nós queremos que vá para a Europa, neste caso foi para a Europa, e que tenha a maior estabilidade possível. لأنه طبعا هو يعتبر لاعب محترف دلوقتي في أوروبا وإحنا بنحاول نهيئ له برضو كل الأجواء إن يكون عنده استقرار كامل. Sabemos que a seleção é pequeno mundo à parte. طبعا احنا عارفين من المعسكر ده والمعسكر اللي قبله واللي قبله ان المنتخب يعتبر زي عالم منفصل لوحده. Nós vamos fechar neste grupo a partir de segunda-feira. Este grupo vai estar completamente fechado e vamos estar a formar uma grande família, como é normal. هيكون من يوم الاثنين ان شاء الله المجموعه نبتدي ان احنا نعمل نقفل المجموعه بتاعتنا ويكون حاجه خاصه بينا كمعسكر للمنتخب منفصل تماما عن اي شيء ثاني. Estas para as posições de avançados foram estes jogadores que eu escolhi. الجزء اللي انا اخترته دلوقتي طبعا اللي هم المهاجمين هو كان اختياري انا. Tendo em conta o rendimento que estão a ter, tendo em conta aquilo que é o conhecimento do nosso jogo, طبعا, as nossas ideias. متوقف طبعا على الاداء بتاع اللاعب كان يعني ماشي ازاي في الفتره اللي فاتت كمان ان اللاعب طبعا على علم بالاسلوب بتاعنا وبافكارنا بالنسبه للمنتخب. E tendo em conta também o ritmo competitivo que estão a competir. وبرضه متوقف على المستوى المنافسه اللي اللاعب بيشارك فيه. Em 24 jogadores temos 10 entre os 22 e os 25 anos. يعني في الليسته مثلا اللي احنا مطلعينها النهارده بتاعه المنتخب في الفتره الحاليه عندنا 10 لاعبين من عمر 22 سنه لحد عمر 25 سنه. Tem algumas características que nos podem ajudar nestes dois jogos. Tem características que nos podem acrescentar nestes dois jogos. انا اخترت كهربا لان عارف ان هو عنده بعض الحاجات الخاصة بي اللي هو هتقدر ان شاء الله تكون فايدة لنا او تساعدنا في المباراتين الجاية. E é jogador que me tem surpreendido pela quantidade e qualidade dos movimentos dentro da área. واللاعب بصراحة يعني يعتبر ابهرني من كمية التحركات بتاعته والمسافات بتاعته داخل منطقة الجزء. Está aqui por mérito. طبعا هو يستحق الحضور وعشان كده. E ainda bem que fez estes 3 gols ontem porque já estava decidido e só vem suportar esta opinião. وطبعا الحمد لله ان اللاعب احرز امس 3 اهداف وطبعا يعتبر ان هو بيدعم القرار بتاعنا. E já apresentei a quem é responsável também. وبرضه قدمت للمسؤولين aquilo que são as minhas ideias. اللي هي افكاري. As nossas ideias. او افكارنا من اجل التطوير. Agora, acho que é uma coisa que temos de ser claros. في حاجة طبعا شايف ان هي المفروض نكون واضحين. Temos que olhar para a realidade e para os números com factos. ان احنا المفروض دلوقتي نبص للواقع بتاعنا عن طريق الاحصائيات. Não vale a pena estarmos a esconder aquilo que às vezes é uma realidade. وملوش طبعا لازم ان احنا في بعض الاوقات نحاول ان احنا نخبي الحقيقة. Que estão prontos para a próxima segunda-feira. Mas pronto, vamos ver como é que eles também vão aparecer, mas estão convocados é porque estão em condições. طبعا في اخر مباريات زي ما احنا شفنا طبعا كان في صعوبه شويه مع اللاعب محمد صبحي وكان طبعا الشناوي خرج تبديل في المباراه ولكن اللي هي التقارير اللي عندنا ان اللاعبين بحاله جيده ان هم هيكونوا جاهزين على يوم الاثنين ان شاء الله مع المشاركه في المباراه. ان شاء الله باذن الله ماتشنا قدام ملاوي هيكون يوم الجمعه هيبقى في رمضان ثاني يوم رمضان ان شاء الله ان شاء الله باذن الله نعمل حاجه كويسه وتبقى فرصة كمان للناس والجمهور يروحوا يتفرجوا على منتخبنا الوطني. 24 و28 24 عندنا 28 عندهم. خلونا نروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. طيب تعالوا نروح لاخبار وتفاصيل مهمه في نادي الزمالك وخليني اقول لحضرتك انه بكره الساعه 6 هيكون هناك اجتماع يقال
انه سيكون حاسما فاصلا فيما يتعلق بمصير الجهاز الفني بقياده فيريرا. بكره هيبقى في اجتماع مجلس اداره هيحضروا الساده اعضاء مجلس الاداره بالقائم باعمال الرئيس، ومن بعدها سيكون هناك اتخاذ قرارات فيما يتعلق بهذا الشان في الوقت اللي فيه فيريرا واخد اجازه ومريح اللعيبه لمده 3 ايام بعد المباراه اللي رجعوا النهارده طبعا الصبح بعد ما رجعوا من الجزائر. ده عشان حضرتك تكون في الصوره. وخليني اقول لك كمان ان حمزه المسلوسي بيغيب عن الزمالك لمده اسبوعين، 10 ايام لاسبوعين، عنده جزع في الرباط الداخلي للركبه، زي ما تقول كده ايه يعني ايه، وهي ناقصه كده فاهم، وهي ناقصه اصلا عمليه ناقص اكتر من اللي فيها. طيب خلونا نعرف الموقف عامل ازاي من وجهه نظر نجوم الزمالك. انا معايا على التليفون واحد من اللعيبه المقاتله كانت في نادي الزمالك منتخبنا الوطني، كابتن حماده طلبه. كابتن حماده اهلا وسهلا بيك وتحياتي ومساء الفل. كابتن حماده الو. طيب نحاول نكلم الكابتن حماده طلبه مره ثانيه نعرف منه شايف الموقف عامل ازاي. والحقيقه المشهد هو مش محتاج تحليل ولا شرح اكتر ما هو مشارح نفسه. الزمالك في بطولة الدوري هو الخامس، وده مركز لا يليق على الاطلاق لا بالزمالك نفسه بتاريخه ولا بالزمالك حامل لقب هذه البطولة مرتين متتاليتين الموسم اللي فات واللي قبله، ولا يليق انه مع هذا الكم من المباريات يكون مكسب الزمالك هو العدد القليل ده مع عدد خسائر تصل الى 5 مباريات ايضا. ده رقم ما يمشيش خالص مع الزمالك وما يمشيش خالص مع جمهور الزمالك الحقيقه، اللي هفضل طول الوقت كل ما تيجي سيره جمهور الزمالك هقول كان الله في عونه. لانه يعني بصراحه هو اللي بيحاسب على كل المشاريب. كل حاجه اي حاجه هو اللي بيحاسب عليها. وبالتالي هو لا يعني ما بياخدش حاجه ومش كسبان اي حاجه من القصه كلها. يشجع ويساند ويأزر ويدعم وكده، ها؟ وادعمك وانت وحش حاضر، وادعمك وانت قدام الجون وما بتسجلش حاضر، وادعمك وانت بتخسر حاضر. طب ايه؟ طب ايه؟ ما انا عايزك تكسب بقى، ما انا مش هفضل طول الوقت اقدم السبت فانت الحد مش عايزه يجي. السبت في ظهره الحد، انت في ايه ايام الاسبوع؟ فالناس جرى لها حاجه. طيب معايا على التليفون كابتن حماده طلبه. كابتن حماده اهلا وسهلا بيك، تحياتي مساء الفل. تحياتي ليك يا كابتن ابراهيم، سعيد جدا ان انا معاك ودايما متالق كده. ربنا يبارك في عمرك يا رب. طيب أيك. رايك ايه في خروج الزمالك من بطوله افريقيا ومن السبب من وجهه نظرك يا كابتن حماده؟ والله يا كابتن زمان اتكلمت معاك قبل كده كابتن ابراهيم، يعني انت راجل حقاني وبتقول بما يرضي الله، انت شايف التاثير كبير جدا من اللعيبه، يعني انا شايف اللعيبه مضيعه حق جمهورها وحق ناديها اللي هو دايما كان في حته كويسه. ولا انا شايف اللعيبه لها تاثير كبير جدا جدا. سيبك من اللي بيحصل في مجلس الاداره، سيبك من اللي بيحصل في الجهاز الفني. احنا اتفقنا كابتن اللي انت، وانا اتكلمت مع حضرتك قبل كده، اللي انت يا جماعه تخاف مش خايف على النادي، خاف على اسمك. انت اسمك بيتهان، انا ليه ما اخافش على اسمي وافضل طول الوقت موت نفسي؟ انما النهارده اللي بيحصل في الزمالك حرام وبيحصل في جمهوره حرام. احنا قلنا السند الوحيد اللي هو النادي الزمالك هو الجمهور. الجمهور اللي بيعاني، الجمهور اللي انت ما حسيتوش ولا واحد راح وراكوا في اي حته. يعني يا جماعه كنت تحسوا بالناس اللي ماشيه، الناس يا كابتن ماشيه في الشارع بتكلم نفسها. حرام عليكم اللي بيحصل في نادي الزمالك. يا جماعه اللعيبه اللي موجوده ديت، انتم بصراحه مش على قد، مش عاوز اقطع في حد والله ولا هتكلم في حد يا كابتن، بس الناس مقصره في حق نفسها قبل ما تتحقق. والله عايز اقول لك انا النهارده قابلت يعني حد من جمهور نادي الزمالك من شده ضيقه خلاص كان يعني كاد ان يبكي، يعني اللي هو خلاص بيقول مخنوق، بيقول بنفسه مخنوقين خلاص احنا مخنوقين. يا كابتن يعني انا واحد من الناس يا كابتن ابراهيم مخنوق والله العظيم. انا واحد ناس، انا لغايه دلوقتي يا كابتن محسوب على نادي الزمالك. انا الناس كلها بتمشي في الشارع اللي يقول لي ليه الزمالك بيحصل فيه كده؟ ليه بيعمل؟ والله ما ببقى عارف ارد، يعني ما بعرفش ارد على حد. انما انت وديتني نقطة مهمة، انت شايف من وجهة نظرك انه في ماتشات، الماتشات دي ماتشات لعيبة.
اكيد يا كابتن، مش ماتشات مدير فني. انا خلي بالك انا هاجي لك للمدير الفني. المدير الفني ما انا ما اقولكش ده الراجل عنده اخطاء كبيره جدا، انا ما عندي على قد المستوى اللي انا بحبه، والراجل مدرب كبير جدا بس عنده اخطاء. انما خلاص انا ارمي الاخطاء دي ورايا وارمي كل حاجه. الماتش ده كان ماتش رجاله، ماتش 11 لعيب ينزل يموت نفسه، اكل النجيله، اطلع من قلب الملعب اخد الثلاثه بونت، دي كانت هتفرق معاك كتير جدا، والناس هتنسى كل اللي ايه اللي حصل. انما النهارده يا كابتن انت النهارده بتكسب ماتش، الماتش اللي بعده بتخسره، الماتش اللي بعد بتكسب، ايه ده؟ انا المستوى متذبذب، اللعيبه يا كابتن معلش اللي جايه كلها مش على اعلى مستوى. انت النهارده مشيت احسن لعيبه عندك، مشيت مصطفى محمد، مشيت بن شرقي، مشيت طارق حامد، مشيت امام عاشور، فين اللعيبه اللي هي تعوض الناس ديت؟ لازم اللعيبه دي تكون على اعلى مستوى، موجوده احسن من الناس اللي مشت. انما النهارده انت موجود، الناس اللي موجوده معلش مع احترامي ليهم كلهم مش على قد التيشيرت اللي هم لابسينه، التيشيرت كبير عليهم جدا يا جماعه. النهارده لما اجيب امشي بن شرقي اجيب مصطفى شلبي؟ لا ما بيأديش زي بن شرقي. مصطفى محمد سيب الجزيره الجديد؟ لا مش زي مصطفى. طارق حامد فين النهارده؟ معلش انت جايب اثنين ديفندرات. طارق حامد بصراحه انا شايف اللي هو احسن من الاثنين مليون الف مره. انت النهارده لازم تمشي طارق تجيب واحد اعلى من طارق واهتهت حتى مستوى طارق. انما النهارده كابتن كل الموجودين لا، ما فيش حد كابتن ظهر بمستوى كويس يسيب له يكسب ماتش ويخسر ماتش. وايه ده كابتن؟ يعني حاجه تتعب. انا واحد من الناس محروق، محروق على جمهور نادي الزمالك جدا والله العظيم، ما كلام، الكلام كله طالع من قلبي، ولا بميز على حد ولا يعني انا بحب النادي، انا بحب النادي، النادي بحبه، النادي ده تعبت فيه وشقيت فيه. حرام اللي بيحصل نادي الزمالك ده يا جماعه. ال 11 لعيب، انت فين ال 11 لعيب اللي كانوا اللي نزلوا ياكلوا الملعب؟ طب بتقول لي انه فريرا عنده اخطاء، رغم ان انا عارف كويس ان انت بتحب فريرا جدا جدا، لكن هذا الامر لا يعني انك ما تنتقدوش لما يكون في اخطاء. لا كابتن، انا زي ما بقول لك كابتن، الحمد لله نادي الزمالك عندي اهم من اي حد. انا ممكن احب مدرب واكون مخلص مدرب، بس لو شايف نادي الزمالك بيمر بظروف صعبه من المدرب ده هذا لازم اطلع انتقده. فريرا عنده اخطاء كبيره جدا، فريرا جاي متغير، فريرا مش هو فريرا. يعني انا قعدت مع ناس وعرفت من مصادر اللي الراجل مش زي ما هو كان موجود قبل كده، مش زي ما كان الموسم اللي فات، ولا مش زي ما كان موجود معاكو. الله ينور عليك يا كابتن، مش زي الموسم اللي فات والموسمين اللي انا لعبت معاهم فيه. يعني اللي انا لعبت معاهم فيه يا كابتن، انا فاكر كويس بصراحة. انت قلت لي، انا فاكر حتى كمان كنت بستشهد بيك من كام حلقه كده، انك قلت لي في قبل كده انه الراجل كان بيعلمكم ازاي تستلموا وتسلموا وازاي تمرروا. الله ينور عليك يا كابتن ابراهيم، وده فعلا انا سمعت حلقتك كنت بتتكلم على الكلام دوت. وفعلا انا زي ما بقول لك الراجل كان بيقف يعلمنا كل نقطه وكل كلمه كل. انما الراجل ده مضغوط، انا شايف اللي فيه ضغوط على الراجل دوت. وفي يا كابتن معلش انا برضه عاوز اديله حقه في نقطه. انت الجهاز اللي كان تحته يا كابتن كان موجود بيدرو، وكان موجود روي ونونو الميدا، الناس كلها كان الجهاز كله اجنبي. الراجل معلش الجهاز اللي كله تحته مصري، وانا بحترم كل الناس اللي موجوده في الجهاز. الله اعلم هم بينهم وبين بعض ايه، انا ما اعرفش، بس لازم حد يطلع يوضح الاخطاء اللي موجوده في الجهاز الفني. ما ممكن يا كابتن يبقى المدير الفني عالي قوي بس في اخطاء، ما فيش حد بيديله معلومه صح، ما فيش حد بيقول له ده غلط ده صح. الله اعلم، انا ما اعرفش. انما النهارده كابتن لا، انا شايف ان فريرا لازم يتحاسب جامد جدا. يعني شايف الفتره اللي فاتت ديت فتره صعبه على جمهور نادي الزمالك، بيطلع من افريقيا الدوري بعيد عنه. الحاله اللي احنا فيها دي هي حاله من حالات الشك، يعني الجمهور نفسه بقى بيشك في كل حاجه، شاكك في اللعيبه. الله ينور عليك يا كابتن. شاكك في اللعيبه، وشاكك في المدرب، وشاكك في الاداره، عنده حاله شك في كل حاجه، عنده حاله شك في كل حاجه. هل انت شايف انه ده وقت تغيير مدير فني، ده وقت تغيير فريرا، ولا يكمل لحد اخر الموسم وبعد الموسم يبقى يحلها الحلال؟ بص يا كابتن، خلينا نقول اللي في ناس كتير متعاطفه مع فريرا، وناس كتير بتحب فريرا جدا بشكل كبير جدا. ان انا النهارده في ناس لا، احنا خلاص مش عاوزين فريرا. انا وفريرا حاسس ان هو مش مرتاح، حاسس ان هو موجود عليه ضغوط، الكلام دوت لازم يحترم الناس ويحترم جمهور نادي الزمالك وتوكل على الله. لازم. انما النهارده انا شايف لازم اللي يكون ليه بديل يبقى موجود في نادي الزمالك. ممكن الناس تقول على حماده طلبه لا ده بيكلمه، لا انا في مدرب فني على اعلى مستوى، الناس كلها بتشيد بيه يا كابتن في المغرب، الناس كلها بتحبه في المغرب، اللي ما شاء الله عامل نتائج على اعلى مستوى، الكابتن طارق مصطفى. النهارده الراجل دوت لازم يتعامل له بصراحه يا كابتن، ياخد حقه اعلاميا. انا كابتن ابراهيم والله ما بتكلم على كده، لا انا متابع الراجل ده كويس جدا، وشايف اللي هو مدير فني عالي جدا ومش اخد حقه في مصر. انا شايف اللي هو
لازم يكون متواجد في نادي الزمالك، لازم الراجل زي دوت مكسر الدنيا في المغرب، وانت عارف يا كابتن ابراهيم اكيد ومتابع. عارف. الراجل ده مكسر الدنيا في المغرب، اخد يا كابتن فرقه من الاخير بيلعب النهارده خامس وبيلعب رابع النهارده، بيبقى موجود في الجدول الرابع والخامس. لازم الراجل النهارده يكون موجود في نادي الزمالك، السنه اللي فاتت كان اخدهم بيهبطوا، قعدهم في الدوري. يعني راجل ليه نجاحات وليه بصمات، لازم يكون موجود في نادي الزمالك، وانا اشتغلت معاه في نادي الزمالك. انا من المدربين اللي انا بحبها وبحترمها، اتمنى ان هو يكون موجود ومجلس الاداره يفكر فيه. مش بعيد عن ربنا كابتن تمشي مع الراجل دوت في نادي الزمالك وندي له حقه ويكون بدايه ليه في الدوري المصري ان شاء الله باذن الله. يعني كابتن حماده بشكرك شكرا جزيلا. حبيب. بشكرك شكرا جزيلا لاعبنا الدولي السابق ونجم نادي الزمالك كابتن حماده طلبه، بشكرك شكرا جزيلا. و تعقيب مهم، اتكلم في امور كتير جدا جدا. هو الراجل صادق يعني، هو الكلام تحسه هو الكلام دايما بفطرته. فحماده طلبه من اللعيبه اللي انا على كل الاصعده الحقيقه بحترمها وبحبها جدا. خلونا نروح لفاصل، وبعد الفاصل جه ميعادنا مع ناقدنا الرياضي الكبير استاذ حسن المستكاوي في صندوق المستكاوي وتقييمات المستكاوي وعناوين المستكاوي، فخليكم معنا. جدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية في جمهور التالتة، وجي معادنا مع حضراتكم مع ناقدنا الرياضي الكبير أستاذ حسن المستكاوي في صندوق المستكاوي. يا أستاذ حسن أهلا وسهلا بحضرتك ومساءك زي الورد. أهلا بيك يا إبراهيم. أخبار حضرتك إيه؟ أنا الحمد لله يا رب دايما في أفضل صحة وحال. طيب عندنا أكتر من يعني محور من المحاور هنتكلم فيها. خلينا نبتدي معاك بالزمالك والخروج أمام شباب بلوزداد والخساره من شباب بلوزداد، وبالتالي كان الخروج. اسباب الاداء الباهت اللي قدمه الزمالك ايه؟ خاصه في الشوط الثاني الانهيار اللي حصل بهدفين يدخلوا ورا بعض. لا طبعا الانهيار الطبيعي او كان طبيعي بعد الهدف الاول، لان الهدف الاول جه في الدقيقه 75 وقت كريتيكال جدا، وقت حساس قوي. خلاص بقت المسألة صعبة جدا بالنسبة للزمالك، ما هو مش بيفكر في التعادل، ده بيفكر في المكسب. فده عمل الانهيار، لأن الهدف الثاني جه في الدقيقة 79، يعني بعد أربع دقائق تقريبا، من بالظبط أربع دقائق من الهدف الأول. الهدف كمان إخراج الهدف الأول مخجل. يعني سبع لعيبة من الزمالك في موقف دفاع، في حالة الدفاع يعني، واللي بيتزحلق واللي بيدي ظهره للكورة والخصم، واللي مش عارف التغطية يعملها ازاي، واللي بيمسك زميله مش بيمسك الخصم. يعني كل ده المشهد ده كله عمل إحباط كبير جدا للعيبة نفسهم. يعني طبعا برضو مين اللي بيحط نفسه في المواقف دي؟ يعني فرقنا ولاعبتنا. لأن انت ليه دايما 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 ما بتبقاش مستريح دايما، حتى يعني لو ماشي ها وبتتصدر مجموعتك ولا بتبقى التاني وضامن، بس بتعمل ده بصعوبه جدا، لان مساله اللعب بره مساله صعبه قوي علينا. انت لازم تكسب بره، لازم على الاقل يعني، طبعا جوه لازم تكسب. يعني ليه تباعد الخطوط؟ ليه الزمالك ما فكرش في الماتش ده زي ما فكر في ماتش الترجي؟ يا ليه انت كسبت الترجي عندك، يبقى عندك بس القدره. بس لا في شخصيه ولا في اسلوب. يعني بص في المقابل لسان داونز، حتى هو بيلعب النهارده عنده شخصيه وعنده اسلوب. بيلعب بره بيلعب جوه، عمل بلاش النهارده لما لعب مع الاهلي ماشي في القاهره وهكذا. يعني فاذا اذا كانت الشخصيه غايبه والاسلوب كمان مش موجود، الاسلوب ده يعني اول ما تشوف الفرقه دي بتلعب تقول ده، من غير ما تشوف القميص تقول ده الزمالك، ده الاهلي، ده كذا ده كذا. مشكله الاسلوب دي مهمه جدا والشخصيه مهمه جدا. طيب وعطفا على ده، هل ده وقت التغيير في الزمالك من حيث الاداره الفنيه فريرا يعني رحيله من عدم دلوقتي يعني؟ أه؟ يعني هو طبعا مش عامل اضافات. يعني لو في حد بديل حقيقي مفيش مشكله. بس برضو انا احساسي ان يعني اداره النادي بتشاور على فريرا عشان مش هتقدر تشاور على حد تاني. هتشاور على مين تاني يعني؟ طب ما ممكن تكون الاسباب اداريه، ممكن تكون الاسباب
بعض اللعيبه، ممكن تكون اسباب حاجه تانية، هتمشي لعيبه يعني مثلا؟ ده انت لسه جايبهم. اه بس متخيل انه في لعيبه هتمشي، في لعيبه دون المستوى لازم تمشي، لازم تمشي. انا كان معايا امبارح سيد النائب سليمان وهدان. أيوة. واشار الى القصه دي، قال سيتم اعاده النظر مره اخرى في الصفقات. الموضوع ما فيهوش مكابره، لان هو واضح ان في لعيبه ما تستحقش تبقى موجوده في الزمالك، اقل بكتير يعني. طبعا يعني عشان اللي بيختار مش بيختار لعيبه بالمواصفات بتاعت الكره الجديده، انت عايز فيه ايه بالظبط، عايز بيعمل ايه. بص يعني هذه مشكله خطيره جدا في فيما يتعلق بالصفقات الانديه المصريه. الحقيقه يعني ده انا بتكلم على الـ 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 الاختيارات الفنيه، يعني مين ماشي. اللي بيختاره، بتختار على اي اساس، وبتختار ازاي، وهي المواصفات والمعايير اللي انت بتحطها عشان تبقى تقول اه ده اللعيب ده ينفع للفرقه عندي. لا لا لا، ما فيش التكلل، عشان بسذاجه شديده جدا لعيب بيتالق مع فرقه بتاعته تقول له تعالى عشان شايفه لامع في فرقته، ما انتش فاهم ان هو لامع في فرقته ليه وعشان ايه، والخصوم بيلعبوا مع فرقته ازاي، ولو جه النادي بتاعك انت الكبير هيلعبوا ازاي. الحاجات دي كلها لازم فيها حسابات يعني. لكن تاني، معايير ومواصفات اللاعب في الكره الجديده مش الحديثه، لا حاجه تخلف تماما، محدش يعرفها. انا بقول لك اهو، محدش يعرفها. اه محدش يعرفها. ليه بقى بيختاروا كل دول ليه وغلط؟ ما هو الناس لو بلاش، انا مش بقول تسمعنا تسمع حد تاني، لا تسمع بس تقرا. يا اخي يعني اللي بتشتغل في الكوره اقرا دراسات، مجموعه الدراسات الفنيه بتاعت كاس العالم اي لاقي على الكوره دلوقتي يعني. اقرا، ما تشوف الناس دي بتفكر ازاي، شايفه الكوره ازاي، شايفه الكوره على اعلى مستوى. هو انت مش عايز تبقى يعني حتى تاخد من المستوى الكبير ده حاجات تعلمك؟ يعني ايه لعيب عايزينه سريع في السبعة متر مش عايزينه سريع في 50 متر؟ انت عايز مدافع سريع في الخمسين متر ليه؟ هو هيدافع من نص الملعب ولا هيدافع من على ال18؟ عشان الخصم لما يخترق بسرعة انت تلحق تعمل الستة متر دول بتغطية سريعة جدا. انا بتكلم على حاجة بسيطة من ضمن حاجات كتير قوي يعني. تفصيل. طيب إذا حضرتك لا تمانع في فكرة رحيل فيريرا في هذا الوقت من وجهة نظرك؟ البديل مين بس يعني؟ أما تكون إيه البدائل؟ غالبا يعني هنبقى مصري أي حد يعني. عشان هي خسرانة يعني؟ غالبا هي مصري، لأنه هذا الموسم خلاص أعتقد هو موسم صعب بالنسبة للزمالك، مش عايز أقول موسم صفر يعني، قد يكون هناك بطولات أو قد يخب القدر لجماهير الزمالك أخبار طيبة في مطعم فيريرا. يوم ما مشي يعني. من الأول كان لازم يمشي. كان لازم يمشي، ما رجعش تاني. وهو لم يكن من الواجب انه يرجع، ولم يكن من الواجب انه يوافق انه يشتغل من غير المساعدين بتوعه. طيب سؤال الاخير قبل ما اروح لفاصل، مين يتحمل المسؤوليه؟ كل الزمالك بلا استثناء. كله بلا استثناء. طيب هستأذن حضرتك في فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا، والمحور التاني هيكون عن الاهلي، ومن بعد صن داونز ماتش القطن والمباراه المفصليه المهمه دلوقتي للاهلي امام الهلال. خلينا نروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا. الاول ازاي يا استاذ حسن قيمت اداء الاهلي امام القطن بهذا المكسب؟ لا اداء كويس جدا يعني، في جمل، في تغيير، في طريقه تمرير دقيقه وفيها ابداع، بغض النظر ان القطن فريق ضعيف، وانا تعودت دايما ان انا اشوف المباراه كويس واشوف الخصم كويس جدا كمان. فلما تبقى فرقه مغلوبه كل ماتشاتها، ولما فرقه يعني ايه تقول فريق ضعيف؟ ده بيبان في الترابط، بيبان في التحرك، بيبان في الجمل، بيبان في الفينيشنج، بيبان في طريقه الجري، بيبان يعني. سان داونز احسن فريق لان مسافات قريبه، الكره السهله، ازاي المساحات دي، الناس تقول اه ده كرتهم سهله، بس صعب جدا انك تعمل التمريرات الاستمرار.
كل لاعب بيلمس الكره بيلاقي حد يديها له على طول بمنتهى البساطه. عشان تعمل ده صعب جدا. القطن اللي يمكن يعملوا كده والقطن كلها كلهم يعني بيشوطوا بالقصبه وبيباصوا بالقصبه كعبلوا في الكره والدنيا زي الفل. الكره بتاعتهم تعبانه يعني. وبالتالي كمان التغطيات بتاعتهم مش كويسه. انما الاهلي في المقابل ما ممكن الاهلي بسبب ادائه العالي جدا في المباراه دي خلى القطن ضعيف جدا يعني ده شيء طبيعي. ايوه فعمل مباراه كويسه وانا براعي كمان الماتش عليه ضغوط لان لازم تكسب ده حاجه بتوتر اللعيبه. الحاجه الثانيه الحراره من 37 ل 40 في الوقت ده في الوقت اللي ابتدت فيه المباراه قلت شويه بعد كده. الرطوبه وصلت 28% مثلا لكن مش تاثيرها كبير قوي انما درجه الحراره كانت عاليه بالنسبه للعيبه يعني للاهلي يعني. شايف ازاي المستوى اللي بيقدمه كهربا لحد دلوقتي مع الاهلي؟ لا دي النهارده الماتش مع القطن كان احسن ماتشاته طبعا. احسن ماتشاته على الاطلاق يعني حتى من يوم ما اتنقل للاهلي يعني لاسباب كثيره جدا. سريع التصرف اتحرك كويس قوي في المسافات والمساحات. وان تاتش يعني ايه كره جايه لك اوعى هتوقف ايه بس ده انت جوه الجون وجوه ال 18 وجوه الستة ياردة. كان تعامل مع الكره بشكل كويس عمل اسيست جميل جدا بغض النظر ان الفرصه ضاعت من عبد القادر. شايف زمايله كويس قوي مع زحمه ال 18 شويه. ده من احسن ماتشاته يعني طبعا يعني واحد جايب ثلاث اهداف وثلاث اهداف حلوين ومن جمل من جمل مش حتى مش حل فردي يعني. لا يعني ودرجته هتبقى كويسه. درجته هتبقى كويسه. طيب هل شايف من وجهه نظر حضرتك انه كولر يعتمد على كهربا كراس حربه اساسي للفريق خلاص؟ بص طبعا هو يعني لعيب كويس جدا وعنده مهارات بس لياقته البدنيه ناقصه وده باين عليه. ابتدى نفسه يروح يعني من بعد 50 دقيقه 60 دقيقه. كمان يعني خلينا بس نختبر اللعيبه في اختبارات حقيقيه يعني خلينا نختبر في الزحمه والضرب والتكتيك والرزاله بتاعت الكوره والمدافعين ونشوف هيتصرف ازاي هيقدر يبدع ازاي او يقدر يطلع المهارات بتاعته ازاي عشان تقيم صح يعني. يعني طيب. تقييم في مباريات ما بيكونش دقيق قوي لكن ممكن يكون في مباريات اخرى اكثر دقه يعني. تاو ما انتش محتار فيه شويه؟ لا مش محتار لان هو بقاله ماتشين او ثلاثه ابتدى يلاقي نفسه بيفكرني بفلافيو. تفتكر ان هو هيمشي على التراك ده لفتره يعني؟ متهيألي هيمشي. هو في ميزه كويسه جدا في عيوب طبعا بس ابتدى يتخلص منها لكن في ميزه ان هو سريع سريع حركته سريعه رجليه سريعه قراراته سريعه في الملعب وقراراته سريعه وعمل باس مباشر جدا لكهربا اثنين اسيست وجول طبعا عمل اثنين اسيست طبعا وجول والجول بتاعه ده يعني بيكرره بنفس الصوره تقريبا يعني لا يعني هيجي منه سرعته مهمه جدا ابتدى يدافع وده طبعا يحسب لكولر لانه الزمه بانه يعمل الواجب الدفاعي على طول كان بيلعب في 18 بيتحرك كويس بيتحرك في المساحه بتاعه الجناح او الناحيه اليمين دي بيتحرك فيها كويس بيخش شويه 20 متر 30 متر وبعدين بيطلع تاني على الخط. لا يعني انا اشوف ان هو اتحسن كتير جدا. تحطه في المساحه يحسب للمدرب برضه طيب. يحسب للمدرب تحطه في اللعيبه الاساسيه في الاهلي يعني اذا انت بتختار مجموعه الاجانب اللي يكونوا موجودين فكده كده علي معلول ده واحد من الناس الاباطره سجل عمل تاريخ كبير في الاهلي فكان كل موسم جمهور الاهلي علي معلول ما فيش كلام عليه اصلا كده كده موجود. تحط اسم بيرسي تاو زاوي زي علي معلول ولا تقول لا لسه بدري على القرار ده او ممكن لا يمشي مع نهايه الموسم؟ لا انا احطه وهيبقى عنده بس منافسه مع حسين الشحات في المكان ده. تختاروا نبقى من اللعيبه الاجانب اللي بتستمر طبعا في هو سريع يعني بناء على المعطيات اللي قلت لك عليها ان هو اتحسن اتحرك كويس بيدافع سريع عنده سرعه طبعا مميزه جدا سرعه الرجلين دي مميزه مش الجري بس ده يخليه اظن ان هو لازم يبقى في الصوره والا المدرب ما كانش هيبقى حاطه في الصوره بالشكل ده. صحيح. احنا كنا ممكن نقول
ليه؟ يعني انت ليه بيرسي تاو ده؟ بس لا في اخر ماتشات هو بيعلى يعني وظاهر يعني. اروح بقى لمباراه سان داونز والهلال النهارده. مباراه كميه متابعه غير طبيعيه لان جمهور الاهلي كان بيتابع المباراه وجمهور الهلال بطبيعه الحال في السودان وجماهير جنوب افريقيا وفي سان داونز. دراما مش دراما ماتش خلاص يعني الاهلي بره خلاص ضربه جزاء خلاص يعني الاهلي بره الاهلي بره الاهلي بره دراما يعني بجد يعني ما حاجة مذهلة يعني يعني ما الكرة دي غريبة جدا يعني أنا مش عارف فأنا بقعد أرسم سيناريوهات كده مع يعني بشوفها كده يعني أحيانا إنه تخيل الجول ده لو جه الأهلي مش مكمل في البطولة. طب الأهلي كسب الهلال إن شاء الله بإذن الله وده يحصل وكمل في مسيرته ومشي كويس جدا جدا إنه كسب البطولة. فتخيل من فريق ده وارد على فكرة وارد جدا يعني تخيل من فريق على كورة طبعا دخلت هزت الشباك انت بره لفريق ما دخلتش فانت اخدت البطوله. ده سر اللعبه دي. اه هذه لعبه فيها دراما. لو انا سالتني قبل الماتش توقعاتك ايه وقلت لك سيناريو اللي حصل لا فعلا يعني هتبص تقعد تبص لي كده وتقول لي الراجل ده مخاوي يعني لسع ما تجيش على طول مش ممكن بقول لك ممكن تيجي ضربه جزاء في اخر دقيقه وتضيع لا 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 ده ولا فليني ولا هيتشكوك يعملوا الاخراج ده ولا السيناريو ده صحيح فليني ده مخرج ايطالي يعني ما نعرف هيتشكوك ده فليني ما عشان كده انا حسيت من عينيك انك هذا شكلي باين يعني انا ما بحبش اكذب بصراحه. طيب خلينا في جزئيه مهمه بالنسبه لي كمان بالنسبه لجمهور الاهلي. انا بنتكلم على مباراه الهلال وهي مباراه فارقه واظنها فارقه في كبرياء الاهلي وفارقه في شرف الاهلي الكروي. عجباني قوي حكايه كبرياء الاهلي دي. واللي قاله المعلق في المباراه ان الاهلي لما كسب القطن استرد كبريائه يعني. فكره الكبرياء بتاعه الفرق دي حلوه يعني جميله يعني. طبعا لانه احنا بنتكلم في الاول وفي الاخر لما بيكون انت كمان عندك تاريخ فتستحق الكلمه طبعًا. يعني لكن لما بيكونش عندك تاريخ ما حدش هيقول كده طبعًا. فالاهلي بتاريخه يستحق ان يحافظ على كبريائه. انا ما اعرفش حاجه شايف المباراه دي ازاي يعني انا مش ممكن ما اكونش بتكلم في فنيات او ممكن ما اكونش عايز اروح للفنيات بس انا هشوفها من وجهه نظري. دي مباراه فيها 11 راجل قصاد 11 راجل. انا مش هخرج من الملعب ده غير وانا كسبان واي نتيجه تانية غير كده انا لازم اكون عامل فوق ال 100% بتاعتي 200% كمان علشان يبقى طبيعي انا دفعت عن حقي في ان انا اصعد يعني. انت حاجه بتشوفها ازاي؟ بص دي في مباريات صعبة ودي هتكون مباراة صعبة جدا لأسباب كتيرة يعني لكن هي مباراة صعبة أوي. المباريات في الكورة فيها لعيبة هيعملوا جهد بدني مضاعف يعني إذا كنت أنت بتلعب في الدوري مثلا قدام أي فريق يعني بتجري 5 كيلو 7 كيلو ده ماتش لازم تجري فيه مش اقل من 12 كيلو ده كل لعيب من 10 ل 12 كيلو ده ما فيش فيه هزار. ايوه ده نمره واحد. نمره اتنين لازم تكون قريبين لبعض وتظهروا لبعض لازم يكون اللعب من لمسه واحده. الهلال عنده لعيبه عندهم قوه والقوه احيانا بتتحول الى عنف اشتباك والالتحام فلازم انت عشان تتغلب على دي تبقى ذكي ذكاء الثعالب. ايوه الثعالب ما بتجيش في ال يعني ب ب ب في ال ب ما بتهاجمش العب الكوره وباصي واجري واتحرك واجري واتحرك واجري وباصي واجري هي كده ده لازم هي جمل وبجمل ما تديش فرصه للاحتكاك يعني ما تديش فرصه للاحتكاك دي كلها ده كلام احنا بنقوله في الاستوديو كده لكن وده كلام بيحصل في الملعب لا حقيقي بس لازم يحصل في الملعب لازم يحسن من الاهلي عشان يقدر يعدي من المباراه دي. طيب خلينا اتعلم منك وهسالك سؤال مهم جدا وشاغل بالي يعني. من هنا لحد يوم الماتش هيحصل نوع من انواع التحفيز الايجابي رغبه من الكل في انه الاهلي يحافظ على كبريائه انجاز التعبير او هيبته الكرويه في افريقيا. لا وحلمه. وحلمه بطولة. وحلم جماهيره وحاجات شبه كده. طبعا. وبالتالي سيحدث تحفيز ايجابي. امتى ينقلب التحفيز الايجابي الى شحن معنوي
فالبالونه تتنفخ على الاخر، فاللعيبه يحصل لها مشكله كبيره، فالشحن ده ياثر يمثل ضغط على اللعيبه، او بمعنى صح يبقى شحن سلبي يعني انجاز التعبير، فتتحول القيمه اللي انت عايز تضيفها للعيبه لقيمه سلبيه، انت ما بتساعدهمش بل بالعكس انت بتضغط عليهم سلبي. لما تكون فرقتك طلبت مدارس طلبت مدارس طبعا مش لعيبه محترفه، بمعنى يعني دي واحدة من مشاكل الرهيبة في تاريخ الكرة في مصر، ان يقول لك اصل الشحن الزائد تعبنا. هو انت ما بتشوفش ريال مدريد وبرشلونة وليفربول ممكن تخسر وممكن تكسب، مانشستر سيتي والصراع على البطولات والحاجات دي كلها، ده اللعيبة بتعمل ايه؟ بتنسى. حضرتك عايز تقول ان ده وضع طبيعي يعني قدام الفرق الكبيرة؟ ده وضع طبعا طبيعي طبعا. وانت جمهورك عايزك تكسب، جمهورك بيزقر، الجمهور بيصرخ، الجمهور بيهتف، الجمهور محشود، الجمهور حديثه في الساعة والدقيقة مباراة، وانت عارف كده، والسوشيال ميديا بتوصل لك وانت عارف كده، بضغطين عليك وانت عارف كده، فانت بس بينزلوا الملعب بينزلوا الملعب تك تك تك، في صخب وفي هتافات وفي زئير في المدرجات، بس اللعيب في الملعب عشان محترف ومتدرب على ده هادي بيلعب هادي. يا راجل ده بيبقى فاضل 30 ثانية على نهاية المباراة وانا مغلوب، ده مش انا يعني، ايوه ايوه، وانا مغلوب بعمل تمريرة قاتلة اسجل بيها هدف. لا احنا بنشلت، احنا بنشوح، ايوه ايوه، احنا لا. فانت يا لعيبة النادي الاهلي لو انتم محترفين بجد مهما كانت الضغوط، مش عايزين نسمع حكاية الشحن المعنوي الزائد ده اللي هي اتقالت سنة 62 و65، ايوه اتقالت وانا كنت صغير وبسمع وبشوف وبقرا واهتم بالرياضة. يعني عليهم ان هم يحولوا التحفيز ده طول الوقت وما يبقاش تفكيرهم يحولوها الى هدوء، الى تحفيز طول الوقت يعني، هدوء ومعدلات جري عالية جدا، وكرة قدم كما هي كرة قدم جديدة كما هي في الكتاب، اللمسة الواحدة، الابتكار، الابداع، امتى تبقى فردي، امتى تبقى جماعي، تتحرك كتير، تقرب لبعض، الخطوط قريبه جدا، ده كلام ما ينفعش تبقى. ايوه اقول للعيبه النادي الاهلي اغسل ايديك قبل الاكل وبعده، لا تشرح مشروحا يعني. أيوة ولا تفسر مفسرا طبعا. يعني حاجات لا يجب انها تتشرح كتير للعيبه كبار زي لعيبه النادي الاهلي يعني. طيب استاذ حضرتك في فصل، وبعد الفصل هنرجع هنرجع على التقييمات المنتظره مع نقدنا الرياضي الكبير استاذ حسن المسكين. خليكم معنا. رجعنا لحضراتكم مرة تانية ومرة أخيرة في جمهور الثالثة مع نقدنا الرياضي الكبير أستاذ حسن مستكاوي، وجه معادنا مع العناوين والتقييمات. البداية من العناوين، وتعالوا نشوف العناوين اللي اختارها أستاذ حسن مستكاوي. الأهلي في امتحان مادة الهلال 1 إبريل، مشروحة مشروحة طبعا مشروحة. طيب العنوان اللي بعده الزمالك وإعادة منهج دوري أبطال إفريقيا للسنة الثالثة على التوالي، بنفس الخروج من دوري المجموعات، الخروج للمرة الثالثة من دوري المجموعات. ماشي، هل هناك عناوين أخرى ولا هم العناوين؟ لا خلاص بس هم العناوين بس. نروح لفقرة التقييمات، يلا بينا. محمد الشناوي أستاذ حسن، أيوة، 5 5 ماشي. اللي بعده محمد هاني، 7 رامي ربيعة، 7 عبد المنعم، 6 ليه 6؟ 6 احنا دايما تفاصخ. لا يعني ما هو ما فيش اجوان جت، ما فيش طبعا، ما فيش حاجه حصلت طبعا، التحرك، المسانده، التقدم، الواجب الدفاعي. يعني رامي ربيعة كان بيطلع لغايه نص الملعب ويطلع كمان ملعب القطن يعني. ماشي. هاني كان بيطير كتير في الجناح يعني. ماشي. اللي بعده معلول، 7 سلية، 8 مروان عطية، 10 10 اشمعنى 10 من 10 في الماتش ده
ثلاث اهداف اربع اهداف وفي ثلاث تمريرات، انا بعتبر الثلاث تمريرات سبعه، يبقى كده الاهداف سبعه. يعني قدر القيمه والابداع في التمريرات الثلاثه، واحده من السوليه، واحده من عبد القادر، وواحده من مروان عطيه. وده كمان يقول عشان بس مهمه جدا دي، مارسيل كولر بيقول للناس اللي بتتكلم في الكوره ما فيش حاجه اسمها بلاي ميكر واحد. ممكن الفريق يبقى فيه ثلاثة او أربعة يعملوا اهداف، يصنعوا اللعب ويعملوا اهداف. مروان عطية 10 من 10. طبعا تغطية وحركة يعمل الباس ويتحرك ياخد مساحة وحرك كويس جدا، شايف الملعب كله كده يعني. اللي بعده بيرسيتاو. بيرسيتاو حبيبي، بيرسيتاو 9. 9 من 10. رقم كبير. قفشة 8. 8. عبد القادر 8. 8. كهربا 10. 10 دي 10 مستحقة بجد صدقني. 10 مستحقة. العشرتين يستاهلوهم الاثنين. ماشي. كهربا في أفضل حالاته المزاجية والفنية أيضا. مارسيل كولر 9.5. طب ليه مش 10؟ أيوة أنا عارف والله. طب أنا بقول لك 9.5 عشان أنا عارف إنك بتقول ليه مش 10. ليه؟ لا يعني 9.5 حلو. طيب. اللي بعده روح للزمالك صبحي. استنى استنى الزمالك راح فين؟ على بالك على بالك. أيوة صبحي. استنى بس، هي دي آخر مرة يعني هندي درجات لمدة شهر رمضان يعني، عشان هنستغفر بقى بتاع سامحني يا رب. يلا يا سيدي. صبحي 6. فيش. عبد الغني 0. بقول لك اقول لك سامحني يا رب قبل رمضان بقى عشان انت عارف يعني. بس حسن انت بتقول صفر بطريقه انا يعني اصلي متغاظ. في لعيب يدي ظهره بالطريقه دي لواحد بيشوط على الجون بتاعه؟ ماشي. الونش اللي بعده 4. اسامه عبد المجيد 0. في لعيب يتزحلق ويعني بيعوم. يلا اللي بعده سيد عبد الله. فين؟ سيد عبد الله 3. اللي بعده دونجا 4. رؤى 4. فتوح 3. زيزو 5. مصطفى شلبي 4. سيف الجزيري 0. خلاص. فريرة 0. سامحني يا رب. كم صفر دول؟ 4 باين ولا 5؟ 4. 4. 4. 4 اصفار بس. 4 اصفار بس. ده عشان رمضان. ده عشان رمضان. سنة طيب. وحضرتك طيب. طيب يا استاذ حسن. بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ حسن. اشكرك يا ابراهيم. شرفتنا ونورتنا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كل سنه وحضرتك طيب ورمضان كريم عليك يا رب. بشكر الناس كلها يا رب. دي كانت حلقتنا النهارده. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. بشكر فريق العمل بالكامل. نشوفكم بكره ان شاء الله باذن الله. تصبحوا على الف خير.